كلمة خاصة لهذا الجمع نظرا للمسائل الأخرى اللي كنا نقوم بها. بغيت غير نركز على شي حاجة في هذا المستقبل الفرصة اللي عندي الكلمة، نركز على واحد النقطة أساسية. هو الموضوع ما أثير من جدل حول تأجيل الجمع العام وحول بعض الممارسات، بعض الادعاءات، بعض اللي توجهت لهذا الجمع والأعضاء ديال هذا المحترمين. ما بين الادعاءات اللي كانت شاعت كثير هو ان الوزاره عملت على تاجيل، على منع عقد الجمع العام وتاجيل الجمع العام الى وقت اخر. هذا الموضوع ما عمره كان بحال هذا الشكل، بل بالعكس كنا ارتئينا جميع بما فيهم طبعا المسؤولين ديال الوزاره على اننا نفتحوا الباب مرة أخرى، نستغل الفرصة على أن الموضوع مطار والنقاش مطار حول الانخراط. يعني كان هو البيت القصيد في هذا العمل ديالنا ديال هذه اللجنة المؤقتة، هو انخراط ديال الجمعيات في كل الجامعة، وكيتبين أن هذا الموضوع ديال الانخراط تراعي ذات مشاكل بالنسبة للناس. ما فهموش على أن الجميع خصو يلصق القانون وخصو يدا، خصوصا وأن اللجنة مكونة من موظفين كيعملوا على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون. هذا الموضوع الانخراط كان هو البيت القصيد، وبالتالي كنا اتفقنا جميع على ان ارتئينا بما انه كانوا باقين بعض الجمعيات خارجين على هذا الاطار هذا ديال الانخراط، وبالتالي ما يكونوش معنا في هذا الجمع العام. اعتقادا مني انا شخصيا اعطيت بوتيتر موفيز انفورماسيون في الاول، وقلت على ان الناس راه عندهم ملفات ويدعون انهم جمعيات هذا غير هما
تيعكسوا القرار كي كي هذا اعتقد مني ان كان يمكن انهم يدخلوا ويشاركوا ويكون الجميع معني بهذا الجمع العام هذا. مع الاسف اتفقنا كاملين على اننا نفتحوا الباب بما فيهم الاخوان اللي كانت عندهم لائحه واضعين هذا الشيء، اتفقنا كاملين اننا نحلوا الباب باش عاوتاني نفتحوا المجال للناس باش يدخلوا لهذا الانخراط، رغم ان الانخراط ما عمرو غادي يحبس بتاسيس مكتب جامعي او تاسيس جامعه، ما عمرو الانخراط غادي يوقف طبعا من باب المهام الاساسيه والادوار المهمه ديال الجامعه. جامعه هي فتح الباب للجميع الانخراط، هي تقويه الممارسه وتوسيع القاعده ديال الممارسه بالنسبه للرياضيين، هذا اللي هو الهدف الاسمى ديال هذه العمليه، هذا هو الممارسه في اخر المطاف، ماشي هو التسيير والتسجيل. هذا ما تسير ما كيبقى غير مسؤوليات على عاتق الاخر، ومسؤوليات اضافيه للمهام ديال الواحد او الخدمه ديال الواحد والعائله ديال الواحد. المجال ديال التطوع ديال هذا كيبقى بالعكس، ما كنخصناش نشكروا الناس اللي كيجيو يساهموا في التسيير وهذا وكيشاركوا الوزاره في التدبير والتسيير ديال هذا القطاع هذا. الى ما تبين من بعد ما فتحنا المجال واتفقنا مع الجامعه اننا عاوتاني نفتحوا نعطيو مهله، واخا كانت خسيره المهله كانت في حدود 5 ايام هذا، باعتبار ان اللي عنده ملف المفروض موضوع ما عليه غير دير فوتوكوبي ويجي وضع الملف. ساعات تبين على ان الناس ما عندهمش الملفات بكل صراحه، وانا مازال كان لونسي ان ديفي مع الاخوان ديال الصحافه يمكن لهم شي جوده فين ما بغاو، انا نقطع يدي لشي واحد جاب من غدا الملف ديالو القانوني، مازال هذوك الاخوان اللي داروا هاد الممارسه نقطع يدي قدام هذا، الا جابوا شي واحد عنده ملف قانوني كينتمي على الملف ديال الحريه العامه وفيه الانخراط وفيه كيف ما كيخص طلب هذا، الا كان شي واحد قدر يبين من غدا على انه كاين ملف قانوني، انا نتحمل المسؤوليه ديال هذا الامر هذا. تبين على ان الناس ما عندهمش ما هماش وضعيه قانونيه، ما هماش هذا، ولكن مع الاسف انا بالنسبه لي ما تشوف وضعيه قانونيه خصو يتخطى، غير القاعده العامه ديال هذا الرياضه اللي ما عندوش وضعيه قانونيه هو اللي كيتعرى، هو اللي كيدخل الساحات هذا. مع الاسف ضيعنا وقت بزاف، كنعتذر من الاخوه اللي قدامي، كان يمكننا نخدموا على بزاف ديال المسائل، كان يمكننا نخدموا على ريغلمون انتيريور، كان يمكننا نخدموا على ريغلمون سبورتيف، كان يمكننا نخدموا على بزاف ديال الافاق، ونجيو هذه تكون انطلاقه قويه لهذا الرياضه هذا، وتكون انطلاقه اللي باين ليها الطريق وباين ليها هذا. مع الاسف نشغلنا بزاف الحوايج، الاخوه اللي ما خبرهمش اليوم درنا 10 ديال الدعوات في المحكمه، كان علينا البارح ولا هذه يومين نجاوبوا على 10 ديال الملفات ديال الدعوات في المحكمه. تشوف كاين مساله زعما ما عرفت غادي نتجاوز هذا الموضوع، لان سانتي اوكور انا كواحد من الناس اللي شاركت الناس وشاركت وهذا، وعرفت المستوى ديال الناس اللي كاينين. مع الاسف على ان كاين جوج ديال الفئات متباينه جدا، و كنتمناكم التوفيق بما انه متباينه جدا. كنتمنى قرار باسل خليه للتاريخ من بعد النهضه. غادي نوقف غير هنا على غنشكر الناس اللي ساعدونا، فعلا ساعدونا في المهام ديالنا، ساعدونا على انهم معنا، ساعدونا انهم عاد ياخذوا بين يدينا، عاد ياخذوا هذا الرولي ديال هذه الرياضه وفهموا على ان الرياضه التسيير ديالها ما هواش كيجي غير من 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 ان سو بوان دو ديبار، راه فيه دوطخ بارتنير، راه التسيير ديال الرياضه بلا القطاع الوصي ما عمره غادي ينجح، التسيير ديال الاداره ديال الرياضه بلا الجمعيات المنخرطه الممارسه ما عمره غادي ينجح، التسيير ديال الرياضه بلا الفاعلين الاخرين المستشارين هذا ما عمره غادي ينجح، بلا الابطال ديالو ما عمره غادي ينجح، بلا القاعده ديالو ما غادي عمره ينجح. وهذا هو هذا هو النتيجه ديال هذا البعض الاخوان فيكم او جلكم اللي فكرتوا على انكم انتم منخرطين في المجال ديال الرياضه باش تساهموا باش تشاركوا باش تنميوا المواهب ديالكم باش هذا توت انكادرون لي جون هذا بار لو بي ديال هذا السبور. كنشكركم على تواجدكم هنا، طبعا كنشكر الوزاره على سعه الصبر ديالها، صبرت معنا بزاف في هذا، حنا كنا كنطلبوا من الوزاره يصبروا شي شويه على هذه الجامعه حتى تدير، وكنطلب من الوزاره انها تاخذ بيد هذه الجامعه، لان انا يمكن لي نصرح بها رسميا ما عمرها كانت جامعه ديال سبور اوتوموبيل في المغرب،
وما كانش دي بيلوت ما كانش الممارسين بالفهم ديال الممارسين كاين فئات معينه اشخاص بوتيتر دي بيلوت فرادى هذا بواحد الشكل انا كنتحمل مسؤوليتي باش كنقول ما كانش الممارسه في هذه الجامعه ما عمرها كانت جامعه بالمفهوم الاداري المحلي لهذا كنطلب انا من الاخوان اللي قدامي انهم يفكروا اولا قبل كل شيء ما يفكروا لا في نتيجه لا والو حنا ما كتعنيناش ان شي واحد عادي هذا اللي راه بطل عندنا في هذه الرياضه راه خاط طريقه بوحده ولا لاخر ولا لاخر ما يفكروا في انستوريو لي ريغلومون لا لوا هذا القاعده ديال الممارسه ويديروا لو ليان كونفونسيونيل ما بين اشخاص وما بين الهيئات وما بين الجمعيات وما هذا باش نقدروا من بعد نتفاهموا ونهضروا بواحد اللغه واضحه والوزارات تستقبلنا وتناقش معنا على برامج على هذه على لهذا باش نختم هذه الكلمه ديالي سيفلي طولت شويه هي كنا في نقاش مع المسؤولين ديال الوزاره اتفقنا طبعا على اننا احنا معكم احنا كما كان اللجنه المؤقته وقت كنعطيو لو رولي للجامعه كياخذ معكم لو رولي حد اخر اللي جهاز اقوى من اللجنه واللي هو الجهاز الام ولا الاب ولا ما عرفتش شنو اللي هو الوزاره اتفقنا على انك وزاره عاد تكونوا مخودين تحت الجناح ديال الوزاره طبعا واتفقنا باش عاد يكون عندكم خص يكون عندكم واحد البرنامج واضح وفي لقاء مع الوزير هو وعدني انه في اقرب وقت ممكن يستقبلكم وحتى هو بدوره كيشكركم على الاقل على الاستماته ديالكم وانسياقكم للقانون مع الاسف انسياق القانون كيخص يشكر عليه الناس دابا واخا هو العكس المفروض انسياق القانون هو شيء عادي هذا على المواطن العادي كيشكركم على انكم صبرتوا لنا وصبرتوا علينا وهذا حتى وصلنا لهذه النتيجه اللي كنتمناوها تكون نقطه الانطلاقه ومستعد باش يستقبلكم على اساس ان طبعا هذا واحد البرنامج اللي عندكم معين ومستعد انه يخدم معكم على البرنامج ديالكم دابا طبعا اللي عادي يكون مستمر لاربع سنين اللي كانت هذه المده اللي كانت يمكن لها تكون جوج المرات بالنسبه لنفس هذا الرئيس من بعد كنشكر الاخوان اللي معايا بالخصوص واحد السيد الزاجي ما عرفتش فين هضر كنشكره بزاف على المهام اللي قام بها وعلى العناء اللي قام بها الاخوان اللي معايا ايضا على السي مصباحي السي الراشدي السي طريبق اللي في الواقع عيتيهم شي شويه خدمتهم شويه داخله في الاطار ديالهم وكنشكركم انتم بدوركم على انكم صبرتوا الصحافه ما عرفتش لان الصحافه حنا غاديين فيها بحال لوطوروت غنشكر لوطوروت حتى يقولوا لي خلص كنشكر بعض الاخوه اللي كانوا بالنسبه لنا حتى مستشارين في الواقع مستشارين على القضايا على اللي كانت تطرح على انا ساليت الكلمه ديالي عفوا على اننا احنا دائما حنا الاشاره كاشخاص ككفاءات كفعاليات كمكان كذا احنا دائما راه الاشاره ديالكم حتى ان شاء الله تخطوا الطريق العادي اللي خص كل جامعات تكون عليه ما عرفتش في الموضوع النقطه الثالثه وتقديم برنامج المرشحين ما عرفتش واش بغيو ديروا شي كلمه بالنسبه للجنه اللي وضعت الترشيح ديالها اللائحه اللي وضعت الترشيح ديالها واش بغيو ديروا شي كلمه ولا كتجاوزوا تمام سي زايد قدم اللائحه الاخوه اللي عندك اللائحه وهذا وخطوط عريضه غير بعجاله لو بغيتي بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس لجنة المؤقتة، السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، السادة أعضاء اللجنة المؤقتة، السادة رجال الصحافة، سيدتي سادتي رؤساء الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية لسباق السيارات، جد مسرور باش نكون أمامكم اليوم لتقديم أولا الشكر الجزيل للعمل ديال اللجنة المؤقتة اللي سايرت معنا هاد مجموعة ديال المحطات اللي واكبت الإنشاء ديال الجامعة. ولم تكن هذه المحطات بالمحطات السهلة، ففي البداية كان من المفروض أننا نفتح المجال لجميع الأندية اللي منساقة في القانون وعندها الوثائق ديالها الضرورية، ومن بعد كان الجمع العام الاستثنائي اللي كانت محطة مهمة جدا، تمكننا فيها أولا بتعديل جميع النقاط اللي كتبان لنا فيها يعني بعض الصلاحيات اللي قد تمكن الجميع من القيام بالمهام ديالها من جهة. من جهة ثانية كانت فرصة كذلك للنقاش حول القانون 3009، وبالتبني ديال هذا القانون جات المحطة الثانية اللي هي المحطة ديال الجمع العام. وكان أنا ذاك 12 نادي هي اللي وضعت الوثائق ديالها في الوقت المحدد الوقت القانوني، وضمن 12 تكون الفريق ديالنا. هذا الفريق أولا اللي كنوجه ليه الشكر الجزيل على جوج الحاجات، أولا أنه ملتحن، ثانيا أنه منساق للقانون. هذه الكلمة اللي كنزكي فيها الكلمة ديال السي كمال الهجوج رئيس اللجنة المؤقتة، لأن القانون فتح لنا المجال أننا ما نبقاوش نتكلموا من فراغ، نتكلموا على أساس أرضية ديال العمل، والأرضية ديال العمل هي الأساس اللي غادي تمشي فيه القافلة ديالنا. وبهذه المناسبة الإخوان اللي كونوا الفريق المرة الأولى كونوا على أساس أنهم سير ديال الجامعة غادي يكون إن شاء الله بحول الله مع قوته، أولا باستشارة الجميع وبوجهة نظر ديال الجميع، وكذلك باستشارة الوزارة الوصية. وما تفوتنيش الفرصة أن الجمع العام الأول استشر معي السيد وزير الشباب والرياضة على أساس أنه توصل مراسلات سي جوج بغيتك باش تسجل هذه النقطة هذه على الجمع العام الأول، أن السيد الوزير استشر معي على أساس أنه طلب منا التأجيل نزولا عند رغبات الأندية اللي ما كانت شيء تمكنت أنها تحط الوثائق ديالها في الوقت المناسب. وكنشكرو على أنه بادر مباشرة بعد تأجيل ديال الجمع العام، بادر بإعادة الثقة في اللجنة المؤقتة السابقة، وهذا شيء يعني إيجابي جدا نظرا لأن اللجنة المؤقتة الأولى كانت على إلمام بجميع الحيتيات ديال الملفات ديال الأندية، واتاحت الفرصة خلال 5 أيام باش الإخوان ديالنا اللي كانوا مازال ما حطوا شيء الملفات ديالهم أنهم يحطوا الملفات ديالهم. المهم أن نتيجة هاد المحطة هذه أننا في عوض 12 نادي في الأول ولينا 14 نادي، يعني أن جوج الأندية تمكنوا من إتمام ووضع الوثائق ديالهم الضرورية في الوقت المناسب. وكنحيي منهم الأندية اللي التحقوا بالفريق ديالنا، لأن هذا الشيء ماشي سهل أن الإنسان من خلال التعامل يتبين ليه بأن الالتحام شيء ضروري لبناء جامعة
ملكية قوية، وهذه هي الإرادة ديالنا. الجامعة لماذا؟ الجامعة الملكية لسباق السيارات ستكون المخاطب الأساسي لجميع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ديال السيارات، وبالتالي فنحن مضطرين أننا نتعامل مع جميع الأندية اللي كتنشط واللي كتفتح المجال للشباب والطاقات ديال الشباب ديالنا اللي بغاو يعطيو في هذا المجال، سواء من ناحية ديال سباق سيارات كسباق سيارات، أو من ناحية ديال التظاهرات اللي كانت ولا زالت وستكون دائما موضوع اقتصادي واجتماعي وشبابي له أهميته الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا. وكلكم كيعرف على أن الرياضيين في سباق السيارات والرياضيين والمهتمين بقطاع السيارات واللي كيبغيو يخرجوا ويمارسوا هذا النشاط هذا لا يمكن أن يتجهوا إلا لبلد كالمغرب، يتميز باستقراره ويتميز بأمنه ويتميز بطبيعته الخلابة والمتعددة، فيها الجبال وفيها الصحراء وفيها السهل وفيها الشواطئ وفيها عدد من يعني المعطيات الجغرافية والطبيعية اللي كتخليه جلاب وخلاب وجذاب، وممكن أن جميع الدوليين وجميع الناس المتتبعين للأنشطة الرياضية غادي تكون عندهم اهتمام بالمغرب، ويكون المغرب وجهة من الوجهات يعني الأساسية عندهم. ولهذا فالجامعة مطالبة لتتبع جميع الخطوات ديال الناشطين والمتتبعين لهذه الأنشطة هذه، لأنها أولا كتهم المجتمع ديالنا وعدها مردودية ديال الاقتصادية والاجتماعية عندنا، وبالتالي فكنطلب من جميع الإخوان أننا نهتموا بالناشئة ديالنا، خصنا نهتموا بهم، خصنا نفتحوا المدارس ديالهم، خصنا نعطيو العناية للبيلوت، خصنا نعطيو العناية للسائق، خصنا نعطيو العناية للتدريس ديال السياقة، التربية على السياقة، التربية على المباريات ديال المرتبطة بالسياقة. هذا ليس ويجب أن تكون الأندية هي الصاهرة الأولى على التكوين وعلى هذا الشيء، ومن خلال الأندية الجامعة كذلك، لأن الجامعة هي يعني المتحدث أو المخاطب الرئيسي ديال هذا القطاع. إذن نحن نتطلع لحلبة ونأمل أن تكون حلبة ولا جوج في المغرب، باش نكونوا في يعني مؤهلين لاستقبال الأنشطة المرتبطة في هذا الميدان. نحن نتطلع لهذا وسنضع يعني يدنا في الوزارة باش نوصلوا لهذا النتيجة إن شاء الله. إذن من خلال الاجتماع ديالنا بالإخوان ديال رؤساء الأندية والمكونات ديال الأندية اللي التحقت بالفريق ديالنا، من خلال الحوار معهم تبين لنا بأن هناك مجموعة ديال الممارسات غادي نقوموا بها في الأول، وهي وضع اللبنات الأساسية للقوانين، القانون الداخلي، قوانين الأندية، قوانين الخراط، قوانين التكوين إلى آخره، حتى نتمكن من وضع جميع المكونات ديال هذا القطاع في السكة ديالهم ونواكبوا يعني الركب الدولي. واليوم نحن مطالبين كذلك بالتبادل والتواصل مع المكونات الدولية لهذا القطاع، وبالتالي كما احنا غادي نكونوا فرحانين أننا نشاركوا في مباريات دولية، لا بد أننا نوجدوا رؤوسنا باش نستقبلوا كذلك ضيوف عندنا، يعني أننا يجب أن نكون في مستوى الأحداث، في مستوى الحداث عندما يتم تنظيم تظاهرات خارج المغرب، ونحاول بما أمكن من الإمكانيات أن نأخذ النماذج اللي هي نماذج يعني نماذج جميلة وحية
وجهة ناخذها كمثال ونديروا منها نماذج اللي غنتمشاو عليها حنا في المستقبل ديالنا. ما يخفاش عليكم السيد رئيس اللجنة والسيد ممثل الوزارة بأننا من خلال الحوار اللي دام هذه شهرين أو ثلاثة أشهر تبين لنا أن هناك عدد من الأبطال ما كنهتموش به، ما كاين لا اهتمام ديال الجامعة ولا هذا، يعني كاين واحد النوع ديال التخلي على القطاع. وهذه أنا رانا حنا خدينا على العاتق ديالنا أننا غنديروا يدنا في وزارة الشباب والرياضة باش هذه الجامعة تكون إن شاء الله هي المواكب الرسمي لجميع الأبطال، لجميع المهتمين، لجميع الشباب اللي غادي. وكنظن بأن هذا الشيء غادي في نهاية السنة يكون عندنا واحد الحصيلة اللي غادي نكون إن شاء الله نفتخر بها جميع، حصيلة قانونية وحصيلة كذلك حتى من ناحية البطولة ومن ناحية ديال الشباب اللي انخرط معنا ومن ناحية الشباب والمكونين اللي غادي يزورونا واللي غادي نتمكنوا أنه من خلالهم غادي نكونوا الشباب ديالنا. إذن مرة أخرى أشكر وزارة الشبيبة والرياضة والأطور ديالها والسيد الوزير بالخصوص على الاتصال ديالو على ساعة الصدر ديالو. قليل فين كيكون الإنسان عنده الفرصة باش يتواصل مع وزير في واحد الظرف اللي هو قليل، ولكن تبين لي بأن هذا الرجل يعني متواضع، عنده رغبة باش يدير جامعة في المستوى. وما نكذبش عليكم، أنا سولته قلت له لا عندك شي حد هنا نتوخروا، حنا ما حنا ولاد المخزن، ولكن من خلال الجواب ديالو تبين لي بأن عنده رغبة. ولهذا أنا ما درت شي إجراء قانوني من بعد الجمع العام الأول، وتسنيت أن يدخلوا عندنا الإخوان الآخرين والأندية الأخرى. وكذلك أنا أصبت بخيبة أمل لما سمعت بأن المقر ديال الجامعة الملكية لسباق السيارات هو مقر ما كيتوفرش على الشروط الأساسية ديال العمل، وحتى الموظفين ديالو ما مديكلارينش في السنساس، وأنا لا يمكن في هذا العصر في هذا وفي وقت ديال الحق والقانون وفي وقت القانون لا يمكن لأحد أن يتحمل المسؤولية في وسط يعني وفي وسط ملوات. فاحنا الا كنا غادي نمشي بواحد الارضيه قانونيه وارضيه ديال العمل والفهد مفتوح كما قال السيد رئيس اللجنه المؤقته، انا ما غاديش ناخذ واحد المضربه كنعرفش الانديه التي لم تلتحق بعد، ولكن عندي امل كبير ان اولا هاد الناس اللي معنا يهتموا بالانديه ديالهم ويهتموا بالمتسابقين اللي معاهم والمخرطين اللي معاهم، هذا هو الاساس، لان هذا هو المرجع باش نبقاو غادي مستمرين. واللي ما مهتمش بالقاعده ديالو وما مهتمش بالجمعيه ديالو راه كيضيع الوقت، لان انا الوجود ديالي هنا هو وجود ديال النادي ديالي، نادي موتور سبور جديده. لولا ما كانش النادي ديالي ما غنكونش حاضر معاك، الاهتمام ديالي بالنادي ديالي هو الاول، ولكن دابا ولات عندنا جوج المهام، الاهتمام بالنادي والاهتمام بجميع الانديه في اطار الجامعه الملكيه لسباق السيارات. انا كنشكر الاخوان وكنشكر رجال الاعلام، لان خلال هذه المده ما جرحتوا حد، الاساسي انكم ما جرحتوا حد. وابتداء من الان انا كنطلب من الاخوان ديال الاعلام، رجال الاعلام في المكان، وحنا غادي نديروا واحد الجلسه خاصه للاعلام ونديروا لها واحد النهار ديالها باش نعطيو، كنطلب منكم الحاجه الخايبه عمركم ما تخرجوها، لان الوجه ديالنا، لاننا في اطار الجامعه نحن سفراء، يجب ان نعطي النموذج. اذا كنظن بانني نحن لسنا جامعه دابا، لا من بعد الجامعه يعني انا ما شكرا. شكرا. قبل ما نعطي الإخوان المكونين للفريق معنا السي عبد الرحيم عبدان الحاج عبدان أستاذ مدام بناني سميرة
الوالدة ديال البطل ديالنا سي المهدي اللي حصل له الشرف انه يستقبلوا سيدنا، لان كتعرفوا بان الابطال ديالنا ملي كيعليو الرايه كيهزوا الرايه وكيكون النشيد الرسمي في المغرب او في دولة اخرى، هذاك هو النجاح ديالنا وهذاك هو الوجه اللي بغيناه يكون دائما. سيدة الكاتبة العامة اللي هي سعيدة الإبراهيمي، أنا جد مسرور بقدر ما أنا مسرور بالرجالة، مسرور بالنساء كذلك. السيد سعيد بوغندور بوغنزور أستاذ محامي معنا، رئيس نادي ديال الكناس الحاج هوبري. الحاج الوحيد حسين. انا بالنسبه لي انا جديد بالنسبه لي، انا ما عنديش مده طويله، ما كاينش حتى 3 سنين عندي، ما كاينش حتى عامين قدام هاد الناس. انا اضع نفسي رهن اشارتكم لمصلحه الجميع ان شاء الله. استاذة عريش اسيا السادة السي عبدان عبد المغيث من الابطال ديالنا ومن المكونات ديال الانديه ديالنا، السي حلمي محمد، السي نعيم عبد الرحمن كذلك، لا رسمية هذه هي اللي عندكم، هذه ديال واحد الرجل من أمريكا بقطع كل شوية. أستاذ سمعت نعيم عبد الرحيم ومزور سي علي بن الحلو، سي اللائحة ديالنا والإخوان المكونات حنا غادي من بعد إن شاء الله راه الرسمية. كنشكركم على الإنصات ديالكم وكنشكر جميع الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إجراءات المجيء هو التصويت على اللائحة، كاين دي زونفلوب وكاين بطاقة ديال التصويت مكتوب عليها اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة، الجمع العام لانتخاب مكتب مديري للجامعة الدار البيضاء 28 يوليو 2015، بطاقة التصويت سمينا اللائحة لائحة السيد زاهدي يوسف، لأن حاليا باقي غير لائحة الوكيل ديالها بالاسم ديالو، كاين نعم ولا، ولا بد ندوزو لهاد المرحلة من مرحلة التصويت السري على اللائحة بإجمالها، على أساس أن اللي عيدير الكروة في نعم أو لا خصو يديرها داخل الإطار، الكروة اللي خارجة الإطار بطاقة ملغات، البطاقة اللي فيها جوج ديال الكروات ملغات، البطاقة اللي ما فيها حتى إشارة ملغات. إذ البطاقة اللي محسوبة هي البطاقة اللي غيكون فيها كروة علامة داخل الإطار ديال نعم أو داخل الإطار ديال لا، على أساس أن كاينة لائحة وحدة نعم كان قبل اللائحة، لا ما كان قبلش اللائحة، نعم أنا مع اللائحة الوحيدة اللي موضوعة في هذا الجمع العام، لا أنا ضد اللائحة اللي موضوعة في هذا الجمع العام. لاحظوا إخوان تسمحوا لي، لاحظوا إحنا عنديروا الإجراء الإداري اللي كيرتبط اللي كيتعلق بالانتخاب
إلا سمحتوا لي، إلا سمحتوا لي ندوزو سي تري امبورطون الإجراء بيناتنا باش نقدروا نتفاهموا. حنا يمكن يبان لكم هذا الإجراء شوية ثقيل، ونقولوا على أن كاين غير لجنة غير لائحة وحدة اللي مرشحة، غير هذا إجراء قانوني اللي غنتحاسبوا عليه من بعد. غادي يقوي اللجنة هذا وغادي يعطيها المصداقية، لأن في ظرف هذه المدة البسيطة ما بين هذه الساعة وربع ساعة من هنا غادي ترجع الجامعة العملية المغربية سبق أمر مهم، ما تواخدوش علينا هذه الثقالة ديالنا ولا إذا كل مسؤول اللي عنده البادج باري بالخضر، اللي عنده البادج باري بالخضر هو الممثل الرسمي ديال الجمعية ديالو. كل ممثل رسمي ديال الجمعية غادي يكون عنده بطاقة وخصو يتأشر بعلامة على نعم موافق على اللائحة الموضوعة، لا ما موافقش على اللائحة الموضوعة. على أساس أن اللائحة اللي موضوعها هي لائحة كنسميوها السيد يوسف زاهدي، واللي فيها بما في ذلك وكيل اللائحة اللي هو يوسف زاهدي، فيها 14 العضو اللي كتستوفى فيهم جميع الشروط القانونية والشروط الأساسية المرتبطة بهذه العملية ديال الترشيح وديال الانتخابات، واللي اللائحة ديالهم توضعت في الأجل القانونية لدى اللجنة وطبعاً لدى الوزارة، واللي كتستوفي جميع الشروط حسب القانون الأساسي اللي تم المصادقة عليه. سمحوا لي كنتبعك شوية ندخل في هذا الديتال باش كل شيء يسمع، لأن الأمر راه عادي جدا وراه بسيط. إذن السي يوسف زاهدي هو وكيل اللائحة، كاين جوج ديال النواب الرئيس النائب الأول والنائب الثاني، وكل من هاد النواب أو هاد الأعضاء المشار إليهم في هاد اللائحة هما كينتميين بقوة القانون للجمعيات مضويات احتواء هاد الجامعة اللي حتى على هاد اللجنة المؤقتة اللي عندهم ملفاتهم قانونية. طبعا الباب باقي يتفتح من بعد إلا كانت الجامعة أو كانت دائما اللجنة المؤقتة وفتحت باب الانخراط، بمعنى فتح باب الانخراط للجمعيات ماشي للأشخاص حسب القانون الأساسي اللي تمت المصادقة عليه داخل الجمعة اللي تنظم من طرف الجمعيات القانونية اللي كنتوا حاضرين ليها نتوما. اللائحة المطروحة في الترشيح هي لائحة كتضم 15 اسم، 14 العضو بما في ذلك هو كاين اللائحة اللي هو رقم 15، وكاين جوج ديال النواب الرئيس، كاين كاتب عام، كاين كاتب العام المساعد، أمين من المساعد والمستشارين. كيف ما جا هادشي في النص القانوني اللي كينظم هاد العملية، في القانون 309 اللي كينظم هاد العملية، والدليل على ذلك هو أن القانون الأساسي ديال هاد الجامعة في هاد الوقت الحالي هو مؤشر عليه طرف الوزارة مصادق عليه. بمعنى ما كيخص غير إن شاء الله الانطلاقة تكون قوية، هو هذا النظام الأساسي راه اللي ليغاليزي في المقاطعة ولا في عند السلطات المحلية، ومؤشر عليه طرف الوزارة بعبارة أنه النظام الأساسي مطابق لأحكام القانون رقم 309 المتعلق بالتربية البدنية، بمعنى أنكم إن شاء الله تكونوا جامعة معترف بها قانونيا ومساقيتوا القانون للوطن زيرنا، ما بقيتوش في داكشي ديال القوانين الفائته اللي كان ديال 95 ولا الى غلطتي سمحوا لي الاخوان ديال هذا. اذا هذه من الجامعات المؤهله ان شاء الله اللي غتكون مؤهله من حيث النظام الاساسي ديالها، مؤهله من حيث انخراطها في النشاط الرياضي ديال المغرب وهكذا. اذا الملف ديال الترشيح هو هذا، غادي ندوزو للتصويت. كيف ما قلنا المصوت تصويت واحد، طبعا صوت واحد لكل جمعيه. كاين هنا التمثيليه ديال جوج الاشخاص لكل جمعيه، واحد عنده البار بارت خضراء هو اللي مسؤول على التصويت، يعني بعد يصوت كل واحد عنده انفلوب هكذا بيرج وعنده هاد البطاقه عادي يدير كروا في الخانه اللي بغا. كاين بطاقه التصويت لائحه السيد زاهدي يوسف، الى دار نعم بمعنى موافق على هذه اللائحه، الى دار لا بمعنى ما موافقش على هذه اللائحه. صديروا الكابي شوفوا هذا هو باختصار شديد. اذا غادي ندوزو بواحد بواحد، سمحوا لي على هذه الاجراءات يمكن تبان لكم ثقيله مي ضروري انا بالنسبه ليا باش يكون المحضر ديالنا مزيان وقانوني الى تاكاب. مدام لسينا نادي الغزاله لصباح سيارات عبدان عبد الرحيم سعيد عبد الشوفي.
جمعية موتو سبورت نعيم عبد الرحيم. شوف هنا شوف نادي الزيتونة الذي يمكن الناس وغندور سعيد حاج 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 جمعية ملكية دريفت بالمغرب بالكحل العادي زنود كلاس شوف إذن سعود صبروا معنا عفوا انا كنطبق ما بين الله يخليك انا كنطبق ما بين الورقه ديال اللي تسلموا البطاقه التصويت وبين الورقه اللي صوتوا وهي مطابقه لسعود ديال الجمعيه سعود ديال الجمعيه بعدين ناخذوا لي زونبلوك حسب لي زونبلوك اللي كاينين تما الضوء أكبر منكم الأصوات المعبر عنها كتب شكرا الأصوات المعبر عنها هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لا تسعة واحد لا اثنين جوج واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود
تسعود الأصوات اللي معبر عنها دابا عنده زول القراءة ديال الفرض. البطاقة الأولى نعم. البطاقة الثانية نعم. البطاقة الثالثة نعم. البطاقة الرابعة نعم. البطاقة الخامسة نعم. بطاقة سادسة نعم. سادسة. بطاقة السابعة نعم. بطاقة الثامنة نعم. بطاقة التاسعة نعم. إذن تم تصويت بإجماع الحاضرين 9 أصوات على 9 أصوات على اللائحة ديال السي يوسف زاهدي اللي غادي نسميه دابا السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية. Thank you.
أولا في البداية كنشكر السيد رئيس اللجنة المؤقتة والمكونات ديال اللجنة المؤقتة اللي سهروا في الانتخاب ديال الجامعة الملكية لصناعة السيارات في الظروف اللي كتعكس الرغبة الأكيدة ديال اللجنة المؤقتة أنها تمشي في السياق ديال القانون وتزيد تكرس واحد المجموعة ديال الممارسات اللي كتبين على أن الرغبة هي في وضع الجامعة في السكة ديال القانون وديال العمل المتواصل اللي مبني على أسس ديال الرزانة والأسس ديال القانون اللي ماشي العشوائية. كنشكر السي كمال الهجور شخصيا، وبهذه المناسبة أنا رانا وجدت واحد الرسالة باسم الجامعة نوجهها للسيد الوزير، لأن الرغبة هي رغبة ديال الجميع. كتبقى اللجنة المؤقتة هي فرع وجزء لا يتجزأ من الوزارة، ولكن الوزارة الوصية هي الأساس. السيد الوزير الشباب والرياضة اللي كيرغب في تكوين جامعة مبنية على أسس متينة تمكنه من الرفع من مستوى ديال العطاء ديال هذا القطاع هذا للرياضة والرياضيين، العناية بالشباب يعني اللي كي تواط لهاد الممارسة هذه. كنطلب من السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة أنه يبلغ تحية ديالنا السيد الوزير، وكذلك للمساندة ديالو في الخطوات ديالو المرتبطة بجميع قطاعات ديال الرياضة. وفي إطار القطاع ديالنا احنا آلية من الآليات ورافعة من الرافعات اللي غنكونوا السند ديالو في المهام ديالنا اللي مرتبطة بسباق السيارات إن شاء الله. وكنحملوا المسؤولية السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة أنه يبلغ السيد الوزير يعني كم نحن سعداء بالعمل مع اللجنة المؤقتة منذ بدايتها، فما كانت ما كنا كنجدوا فيها إلا الآلية ديال التواصل المستمر واللي يعني هادف ومحطة بمحطة حتى المحطة ديال الجمع العام، وكنا متفتحين. نحن كذلك عندنا رغبة في إطار التطوع للعمل داخل الجامعة، كان عندنا رغبة أننا نخرجوا شي حاجة اللي سميتها الجامعة بجميع يعني المواصفات ديالها. اليوم نحن نفتخر بالجامعة الملكية لسباق السيارات، خصوصا أن المكونات ديالها هي هاد الرجالة وهاد الناس اللي كيمثلوا هاد العيالات اللي كيمثلوا هاد اليوم. أنا مرتاح. لماذا السي كمال؟ غنقولها لك مباشرة. خصوصا هاد النساء والرجال. لماذا؟ لأن هاد الفريق عمره ما تفعل ذلك. وما تفعلاتو حتى حاجة. ونية واحدة عنده وهي البناء ديال جامعة رزينة، جامعة هادفة، جامعة غادي تمكن القطاع باش ياخذ الطريق ديالو نحو تحقيق الأهداف اللي كتسنى منها الجميع، كتسنى الوزارة وكيتسناها الشباب ديالنا والمجتمع ديالنا وحتى الفعاليات لا اقتصادية ولا اجتماعية منها. وكذلك سيدنا تا هو الله ينصرو كيبغي أننا ملي نتحملوا واحد المسؤولية نكونوا في المستوى ديالها. إذن راه عندي مراسلة رسمية غادي نقدمها للسيد ممثل وزارة الشباب والرياضة أنه يبلغ السيد الوزير، وتحيات خاصة مني للسيد الوزير على سعة الصدر ديالو على التواصل ديالو، لأن هذا شيء غريب عليه. هو ولد مخزن ودز في الوزارة الأولى. أنا متأكد أنه سيجد في جامعتنا المخاطب يعني الصبور اللي غادي يمشي معاه الأهداف المرسومة اللي غنرسموها جميعا. إذن شكر متواصل كذلك للناس ديال الصحافة، الشكر موصول كذلك للناس ديال اللي كانوا كيرافقونا هنا، الإخوان ديالنا جميعا لا النساء ولا الرجال اللي وقفوا وصبروا معنا حتى لهذه المحطة. هادشي ماشي سهل، و
ولكن اللي وصلنا اليوم احنا وصلنا جميع الوزاره وصلت الهدف ديالها وهو تكوين جامعه وحنا جامعه كذلك احنا فرحانين لاننا خدينا النخبه ديال الانديه من وسط 14 نادي احنا رحنا واخا تشوفوا تسعود رحنا اكثر من تسعود لان الباب مفتوح اليوم لجميع الناشطين في القطاع انهم يحطوا الوثائق ديالهم ويرتبطوا بنا فاحنا ديال الجميع وباغيين نخدموا في القطاع وباغيين نمدوا يد المساعده للرياضيين في الاول والشباب ديالنا في الثاني والانديه ديالنا في الثالث ولكن كذلك الفاعلين الاقتصاديين المرتبطين بهذا القطاع وجميع من اللي كيعمل من قريب او بعيد لا في السياحه ولا في سميتو في جميع المحطات فنحن كلنا دعم وكلنا يعني رغبه واراده في الرقي بالاداء ديال الجامعه الملكيه لسباق السيارات اللي تخلقت اليوم في ظروف يعني يمكن نعتبرها انها مثاليه ظروف يعني بغات ترسخ واحد الطريقه ديمقراطيه لا من ناحيه المصداقيه ديال 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 لو كوروم ولا من ناحيه الطريقه ديال الانتخاب ولا من ناحيه حتى الكيفيه ديال الانتخاب رغم ان الكل كان متاكد ولكن بهذا الاسلوب هذا غادي اسلوب ديال الممارسه اللي غادي يعطي انه مره اخرى ما يمكن الانسان يدوز الا من هذا الطريق وبالتالي كتعطى الفرصه للجميع انه يصوت باريحيه باريحيه ويعبر على وجهه نظر ديال النادي ديالو. شكرا لجميع الانديه والان بغيت باسمي الخاص وباسم جميع المكتب المديري جميع الاخوان الاعضاء ديال الجامعه بغينا نرفعوا بقيه الى السده العاليه بالله صاحب الجلاله الرياضي الاول والمهتم الاول بالمستقبل ديال الشباب واللي كيسهر دائما على انه يتيح الفرصه لكل شاب عنده طاقات بغى يفجرها انه يفجرها لانه ممكن انه يكون سفيرا في دول اخرى وفي بطولات حتى يرفع الرايه ديال المغرب شريفه مترفرف في السماء ومعها النشيد الوطني اللي كتعرفوه الجميع واللي ملي كيبدا يتنشد كلشي كي 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 يعني كيخشع القلب ديالو وكيعرف بانه راه دوته ومرجعه هو الله الوطن الملك. من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات بقيه ولاء واخلاص مرفوعه الى السده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي أمير المؤمنين وحامي حمل الملة والدين أدام الله عزكم وعلاكم. نعم سيدي أعزكم الله. بعد تقبيل يديكم الكريمتين وتقديم ما يجب من فروض الطاعة والولاء والتشبت بأهداب عرشكم العلوي المجيد والإعراب لجلالتكم عن التعلق الدائم بشخصكم الكريم يتشرف قديم الأعتاب الشريفة رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المسير الجديد وجميع أعضاء الأندية المنخرطة تحت لواء الجامعة بأن يتقدموا لجلالتكم الكريمة بأسماء آيات الإجلال والتقدير وأنبل فروض الطاعة والامتثال وأصدق آيات وأصدق مشاعر الحب والولاء والإخلاص والوفاء مشفوعة بالدعاء لجلالتكم بالسداد والتوفيق في كل ما تقومون به يا مولاي على درب تحقيق الرخاء والازدهار لشعبكم الوفي على إثر انعقاد الجمع العام السنوي للجامعة الملكية لسباق السيارات وبمناسبة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد مولاي صاحب الجلالة والمهابة إن خدامكم الأوفياء أعضاء المكتب المسير الجديد إذ ينتهزون هذه المناسبة الغالية للتعبير لجلالتكم القائد الملهم المفدى وضامن وحدتها عن ما يخالجهم من شعور نبيل بالفخر والاعتزاز
بما توليه جلالتكم لهذه الرياضة من اهتمام موصول، ولما تحيطون به كافة أنواع الرياضات في مملكتنا الشريفة من رعاية سامية وعطف متميز، معربين لكم يا مولاي عن تجندنا الدائم والكبير لخدمة هذا القطاع الرياضي، تماشيا مع توجيهات جلالتكم السامية والحكيمة التي نفتخر ونعتز بجعلها بحول الله نبراسا مضيئا ومنهجا سديدا نقتدي به في المستقبل. أبقاكم الله يا مولاي دخرا وملاذا للبلاد والعباد، وحقق على يديكم الكريمتين الخير واليمن والبركات، وبارك الله سديد خطاكم، وحفظكم الله في سمو ولي العهد المبجل أمجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبارك الله في عمر صاحبة السمو الملك الأمير المصون للخديجة، ويشد أزركم بصنوكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أسرتكم الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات، والسلام على مقامك العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته، وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 22 يوليوز 2015 الموافق 11 شوال 1400.